الموضوع الثالث اللي تطرق له موضوع تحصيل الديون وشركات تحصيل الديون، مثل ما قال سعادة النائب يعني صعب على وزير المواصلات انه هو يجبر شركات ما لها اي اختصاص عليها، انا ممكن ارخص حتى الشركات. طبعا شركات تحصيل الديون هي شركات موجوده مو بس في قطاع الاتصالات، موجوده حق البنوك، حق القروض، حق غيرها، توظفها الشركات او يوظفها حتى فرد يعني يطالب اي شخص مبلغ بحيث انه يتابعه في تحصيل ديونه. طبعا احنا ما نسمح باي حد سواء شركه تحصيل ديون او اي حد ثاني انه هو يقل او انه يقلل من احترامه حق الزبون سواء كان بحريني وبالاخص اذا بحريني او حتى اجنبي مقيم في مملكه البحرين، فهو عباره عن علاقه تعاقديه بين الشركه وبين شخص او شركه لها دين عند الشركه الثانيه. احنا الوسيط اللي بينهم ما نقدر منعه، موجود في كل الدول، يحاول نحل المشكله وديا بين شركه الاتصالات والمشترك، ولكن اذا ما كان في حل طبعا هم يلجون للقضاء، والقضاء هو اللي راح يعني يفرض الحل النهائي بين الشركتين. واذا كان في اي شيء ممكن يقدمون شكوى حق اذا كان في المشترك يحس انه هو مظلوم من ناحيه الشركه المنقدمه الخدمه، بامكان انه يتقدم شكوى الى هيئه اتصالات، واذا كان له حق ايضا احنا نتدخل فيه، ولكن اذا ما كان في حق الامر ياخذ مجرى عن طريق القضاء. فاحنا راح نكتب حق الشركات الاتصالات لان هذه اللي انا يد عليها الاخ حمد، راح نحثها انها توجه جميع الشركات اللي تعمل لها في تحصيل الديون انها تتعامل باحترام مع الزباين الموجودين البحرينيين وغير البحرينيين، بحيث انهم ما يتجاوزون حدودهم في عمليات التحدث مع زباينهم. ولكن مثل ما قلت، مثل ما كان في واحد يطلب من احد انه يدفع شيء قد يختلفون، اعتقد انه مثل ما اختلفوا هناك طرق قضائيه ممكن الواحد يحصل حقوقه، وايضا للشركه حق انها هي تعطي خدمه مثل ما